والآن نتحول في نشرة السادسة لأهم أنباء المال والأعمال مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا دينا فكري، شكرا ريهام الديب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل نحو 14 مليار و400 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 12 مليار و100 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت نحو مليارين و300 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها نحو 19.2%. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر للدول العربية بلغت نحو 5 مليارات و900 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 5 مليارات و400 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها نحو 8.6%. جاءت السعودية على رأس قائمة أعلى 10 دول عربية استيرادا من مصر، تليها الإمارات. قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم أرقاما قياسية على صعيد إحصائيات العبور اليومية، حيث عبرت 86 سفينة من اتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها نحو 5 ملايين و100 ألف طن. وأوضح رئيس الهيئة أن تنظيم حركة الملاحة بهذه المعدلات غير المسبوقة يعد شهادة نجاح جديدة للكوادر والكفاءات البشرية التي تمتلكها الهيئة في المجالات المرتبطة الملاحة البحرية، ونتاجا للتخطيط الجيد لمشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة. أكد وزير البترول طارق الملا أن الوضع الحالي لأسواق الطاقة العالمية أظهر دور الغاز الطبيعي كمصدر مهم للطاقة، مشيرا إلى استعداد مصر لتكون لاعبا رئيسيا في أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية بعنوان ضمان أمن الطاقة الأوروبي، الفرص والتحديات، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2022. وأشار الوزير إلى أن رؤية مصر بشأن تعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة والمبادرة المصرية التي تبنتها لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ 4 سنوات كمنصة فاعلة للتعاون والتكامل في مجال صناعة الغاز الطبيعية. كما أشاد وزير البترول طارق الملا بحرص الشركات الإماراتية على تعزيز تواجدها الاستثماري في مصر الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الغاز والطاقات منخفضة الانبعاثات. وخلال لقائه الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بإحدى الشركات الإماراتية، أشار الملا إلى نجاح التعاون بشكل ملحوظ بين الجانبين في مشروع سوميد أو كشريك للشركات العالمية في مناطق الامتياز للبحث والإنتاج بالبحرين المتوسط والأحمر. من جانبه أكد المسؤول الإماراتي الاهتمام بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في تنفيذ مشروعات بمجال الغاز الطبيعي المسلى. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات أولى جلسات شهر نوفمبر بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط مشتريات أجنبية. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 6 مليارات و600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 771 مليارا و335 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 11372 نقطة ليرتفع بنسبة 53% ويغلق عند مستوى 11432 نقطة. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2251 نقطة ليرتفع بنسبة 15% مغلقا عند مستوى 2254 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3275 نقطة ليرتفع بنسبة 34% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة.
إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اللي سجل الدولار الأمريكي نحو 24 جنيه و12 قرشا للشراء و24 جنيه و22 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 23 جنيه و98 قرش للشراء و24 جنيه و9 قروش للبيع. أما عن سعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 27 جنيه و86 قرش للشراء و27 جنيه و99 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي نحو 6 جنيهات و56 قرش للشراء و6 جنيهات و59 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 6 جنيهات و41 قرش للشراء و6 جنيهات و44 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1642 دولار للأوقية. محليا سجل عيار 18 نحو 1037 جنيه. بالنسبة لعيار 21، وصل سعره إلى 1210 جنيهات. بالنسبة لعيار 24، وصل إلى 1383 جنيه. أما عن سعر جنيه الذهب، وصل سعره إلى 9680 جنيه. أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها حققت زيادة بنسبة 39% في أرباحها في الربع الثالث من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل ارتفاع أسعار النفط الناجم عن استمرار الأزمة الأوكرانية. ذكرت أرامكو أن صافي الدخل بلغ نحو 42 مليار و430 مليون دولار للربع الثالث من عام 2022 مقارنة ب 30 مليار و 430 مليون دولار لربع ذاته من عام 2021. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وريهام لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل.